ما معنى الاعتداء في الدعاء فضيلة الشيخ؟ أن يدعو على إنسان لا يستحق الدعاء، أو أن يطلب شيئا لا يليق به، كأن يطلب منازل الأنبياء، لا يطلب شيئا لا يليق به، أو يدعو على شخص وهو لا يستحق الدعاء. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم.